صاحب السيادة المطران سمير مظلوم السامي الاحترام. صاحب السيادة المطران سمير عطا الله السامي الاحترام. قدس الأب العام الصديق العزيز مالك بطانوس الجزيل الاحترام. صاحب السعادة النائب أدي أبي اللمع الصديق العزيز. حضرة الأب بطرس عزار الأمين عام للمدارس الكاثوليكية في لبنان. سعادة السفراء السابقين. سعادة القنصل الفخري لدولة أيسلندا السيدة كارلا جبر. الدكتور يوسف كمال الحاج الصديق العزيز. حضرة المقامات الروحية والدبلوماسية النقبية والقضائية والحزبية والسياسية والبلدية والاختيارية والجامعية والتربوية ومسؤوليهم الكرام. حضرة الآباء أعضاء مجلس والأساتذة أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة المحترمين. حضرة أعضاء مجلس كرسي كمال يوسف الحاج. أيها الطلاب الأعزاء، سيدتي سادتي، يطيب لي أن أرحب بكم فردا فردا في جامعة الروح القدس الكاثوليك، جامعة الروح والعقل، وبخاصة في رحاب كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية الذي كان لي شرف إطلاقه في 17 من تشرين الثاني سنة 2017. أن يتفلسف الإنسان فهذا أمر طوعي وتلقائي وبديهي، فالمصطلح الألماني الشهير لهذه العملية التذهنية التلقائية Weltanschauung، والذي فرض ذاته على جميع اللغات إذ تتعذر ترجمته، يزخر بالمدلولات التالية: إن العالم الوحيد Die Welt باللغة الألمانية الذي نختبر فيه سر الوجود وسر الحياة إنما هو عالم المحسوسات، فيه ومنه ننطلق في مغامرة المعرفة، ومنه نقلع إلى مساحات الروح، هو قدرنا المحتوم في تدرجنا الإدراكي وفي ارتقائنا الحلزوني في مدار المعارف إلى اللامتناهيات. لا شيء يقوى على إعتاقنا منه أو على إخراجنا منه ما دمنا في ضيافة الحياة. والفعل الألماني Anschauen يفيد في موكب المعاني الذي يقتره وراءه أن الإنسان يقارب كل شيء في الوجود عبر طبقات متلاصقة تزداد عمقا وتعقيدا كلما توغلنا بعيدا عن الطبقة القشرية الخارجية. Anschauen باللغة الألمانية أن c'est voir de l'intérieur. C'est pas donc comme les vaches qui regardent passer les trains. Parfois, une vache qui est en train de brouter de l'herbe, un train passe, certainement elle arrête de brouter, elle jette un regard sur le train, mais après le passage, elle reprend ses activités. Mais qu'est-ce que ce passage a laissé dans sa vie? Rien. C'était un regard creux et tangentiel. Bainama bellugha al-almaniya anshaun, c'est voir de l'intérieur et être engagé par ce que je vois. Hadhihi al-akhira, يعني القشرة الخارجية، هي أشبه بالقناع الخارجي الخادع والأكثر سطحية. من هنا الفعل الألماني Anschauen يشدد على إلزامية رؤية جميع المسائل والأمور من الداخل من الجوف، على ويشدد على إلزامية الغوص إلى المطاوي الأكثر حميمية التي لا يراها إلا المتبحر، إلا العاشق العنيد للمدارك الصعبة والعصية على المقاربات السطحية وفي وجيز الكلام إلا الفيلسوف في معناه الواسع. إن هذه الخاصية الأساسية في بناء الفكر الفلسفي والتي تقوم على رؤية المسائل من الداخل والالتزام بما نرى منها وفيها، إنما هي متصلة بشكل مباشر بمصطلح آخر لا يقل أهمية عنها، يحدد الإنسان في اللغة الألمانية داسين إتخلا the being there، الكائن هنا. إن الانتماء الوجودي الأساسي ليس خاضعا لمشيئة المرء. من منا اختار أباه أو أمه أو وطنه أو لغته أو حتى دينه؟ ككائن هنا كداسين أعزائي، مرميا في معادلة أنطولوجية لا دور لي فيها.
أتلقاها وأتبناها لأنطلق منها لتحقيق الذات حرا في مسالك الحياة المتشعبة والمتعددة حتى لا نهاية. من الكائن هنا ينطلق كل شيء وإليه يعود كل شيء. نستخلص مما سبق أن هناك استحالة لبناء فكر فلسفي، أي بتعبير آخر لرؤية المسائل والأمور من الداخل والالتزام بها، خارج الكائن هنا، خارج الدزاين، خارج إحداثيات الزمن والمكان التي تؤطر كياننا البشري. عندما نفقه عندها نفقه بعمق مضمون رسالة أفلاطون السابعة، حيث يقول: استشهد في سالف الزمان وأنا في سن الشباب، كنت أشعر ما يشعر به العديد من الناس. كنت أخطط بشغف لمقاربة السياسة من دون أي إبطاء، يوم سأبدأ بتدبر أموري. انتهى الاستشهاد. هو أولا وأخيرا ابن أثينا، انطلق من يومياته، من أحلامه، من أوجاعه، من خيبات أمله، من انتظاراته. إن منظومته الفلسفية لم تلد من رحم لا مكان ولا زمان، بل من رحم التجريد المطلق. إنها فلسفة الكائن هنا للبشرية جمعاء. لم ينخرط أفلاطون في الفكر الفلسفي إلا خدمة للسياسة بحسب المصطلح اليوناني بوليس، أي فن إدارة شؤون المدينة وفق متطلبات النظرة الموارئية للوجود، والأمر الذي شحذ همته ليندفع بدون كلل في هكذا مخطط، إنما هو المصير المأساوي الذي تعرض له أستاذه ومعلمه سقراط عندما اتهمه أعوان المدينة زيفا وبهتانا بالفساد، ودفعوه بالتالي إلى احتساء السم قتلا لسم انتقاداته ونظرياته التي كانت تقض مضجع المتسلطين ظلما وجهلا على البلاد والعباد. كانت فلسفته حاجة ماسة لمدينة أثينا، عاصمة الفكر والعلوم والثقافة، المترنحة بين رواسب الديمقراطية، ديمقراطية بيريكليس، وديكتاتورية الحكام الجدد. وفي الوقت عينه كانت رسالة للبشرية جمعاء في ترحالها الدائم صوب غد أكثر خيرا وأكثر حقيقة وأكثر جمالا وأقل أكيد مأساويا. إن مسار كمال يوسف الحج، إن مسار كمال يوسف الحج الإنساني والفلسفي والسياسي والوطني يتقاطع بشكل كامل مع مسار سقراط وأفلاطون معا. من الكائن هنا استولد فلسفته اللبنانية خدمة للبشرية جمعاء. من الوجع اللبناني وهواجسه وأحلامه تذهن نظاما فلسفيا لبشرية متآلفة في الذاتيات المغايرة. ومصداقا على ذلك النظرة الاستثنائية التي حضن بها البابا القديس يوحنا بوس الثاني رسولية الكيان اللبناني عندما وضع بلد الأرز على منصة المرجعية العالمية للدول غير المتجانسة والمتعددة ثقافيا ودينيا وحضريا. وما يلفت القارئ في تصفح الفلسفة اللبنانية بريشة كمال حج أن ليس هناك من انفصام بين الفكر والكفاح، بين الفلسفة والسياسة، بين الرؤية الملتزمة للوجود فيلتانشاوونغ والكائن هنا الدزاين. يقول كمال الحج في فلسفة الميثاق الوطني: حيث تنتهي السياسة تبتدئ الفلسفة، والعكس بالعكس، حيث تنتهي الفلسفة تبتدئ السياسة. أما قيل بأن السياسة هي فلسفة واقعية وبأن الفلسفة هي سياسة مثالية، انتهى الاستشهاد. الفلسفة والسياسة تتداخلان وتتكاملان كمحرك أحد لمجرى التاريخ نحو مصبه الإسكاتولوجي. ويتابع في هذا الصدد كمال الحج
لا قيمة لقيم لا يناضل الإنسان في هذه الدنيا من أجل تحقيقها. إن القيم لا تتحقق بمعزل عن الإنسان، ذلك أن الله ما أوجدها لتظل عالقة في عالم المسل، لقد خلقها من لدنه كي تتحقق في دنيا الآدميين في المجتمع البشري. وتحقيقها يستلزم انخراطا بين الناس ونضالا وحرمانا واستشهادا، أعني سخاء الدم، انتهى الاستشهاد. لم يأتي الحج إلى الفلسفة إلا خدمة للسياسة في مضامينها اليونانية، أي خدمة لمدينة الإنسان في تعددية أبعاده الأنطولوجية التي تدفعه إلى أن يحقق ذاته في أرض ويلتصق بذاكرتها الحضارية والثقافية ويقلع منها إلى الوجود الموارئي في وحدة التكامل الكيادي. الانتماء ركيزة أساسية في جوهر وجود الإنسان الزمكاني وفي طريقه نحو الوجود الآخر. من هنا جاءت فلسفة كمال الحج لصيقة بالكيان اللبناني كفكرة فلسفية سياسية وجودية متطورة وهادفة داخل معادلة الزمن. في الفلسفات القديمة وبخاصة اليونانية منها يستوقفنا التشديد البين على أن الزمن إنما هو عامل تهديم وتقويض للكيان الإنساني والمجتمعات والثقافات، أكثر منه عامل تنمية وإنضاج لهذه الطاقات كافة. يستند هذا المنحى التحليلي في معطياته إلى جوهر الزمن بحد ذاته، فالماضي هو من قضى فعلاً، والمستقبل هو ما لم يحدث بعد، والحاضر هو نقطة عبور المستقبل إلى رحاب الماضي المندثر. هذا هو حاضر الإنسان والكائنات جميعها، حاضر هارب بين دفتي الماضي والمستقبل. وهكذا يتبدل لنا بشكل لا يداخله اللبس أن الثابت في حاضر الإنسان هو التغيير، والواضح في مستقبله هو الغموض. وفي حركية هذا الوجود وتبدليته وضربيته يسعى الإنسان، ذلك الكائن اللغز العظيم والهش في آن، الملقى في جدلية حياتية لم يخطرها ولم يكن هو في أصلها بل أتته عبر الآخر، إلى تحقيق ذاته ضمن استحقاقات تتدرج متفاوتة في الأهمية حتى تصب مجتمعة في استحقاق الموت الذي فيه يتحول المستقبل إلى ماض أبدي. من خلال معادلة الماضي والحاضر والمستقبل ينبغي على الإنسان أن ينمو كمشروع حياتي مشرع على كل الاحتمالات تسيجه المخاطر، نعرف أين يبتدئ ولا ندري كيف وأين ومتى يكتمل أو يسقط. ومن سمات هذا الكيان البشري الأساسية أنه مسكون أبدا بالقلق، يفتش من دون هوادة عن حقيقة ذاته وحقيقة الكون المرمي فيه، وكلما ظن أنه اقترب منها اكتشف أن ظنه هو ضرب من التوغل في الأوهام. من هذه المعطيات الأساسية في جوهر الإنسان ومقومات الزمن أنطلق في مقاربتي لمكانة الدين في الفلسفة اللبنانية كما فقهها وصاغها كمال الحج في مؤلفاته كافة وبخاصة في فلسفة الميثاق الوطني. في سياق تبيان التصاق البعد الديني بحميمية الوعي لدى الإنسان يقول كمال الحج: أجل، الدين جوهر، أي أنه وجد مع الإنسان منذ أن سوي الإنسان إنسانا، والتاريخ دليله. إذا نحن استعرضنا الشعوب القديمة منها والحديثة رأيناها تماشي الدين منذ البدء أكثر وقبل أن تماشي أي قيمة أخرى من قيم الحضارة. بالفعل إن ظاهرة الدين وتجاوز عالم المحسوسات وتذهن وجود آخر هو في أصل عالمنا وفي مصبه. جميع هذه المعطيات واكبت الإنسان منذ البدء، وأعظم المعالم الأثرية من الأزمنة الغابرة والحالية تعود في أكثريتها الساحقة إلى البعد الموارئي الإيماني في وعي الإنسان لسر حياته
وسيرورتها عبر استحقاق الموت. ويحضرني هنا ما ذهب إليه عالم الرياضيات والمنطق والفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين الذي أنهى حياته في إنجلترا بقوله: إن الإيمان بالله إنما هو نتيجة مباشرة لهزيمة العلم. في فلسفة أوغست كونت نقع على مقاربة مختلفة لظاهرة الدين، فهو يرى في المسيرة التطورية للبشرية ثلاث حقبات. أولاً الحقبة اللاهوتية، حيث يفسر الفكر كل شيء بشكل خيالي وخارق، مشركاً في بادئ الأمر الآلهة ثم الإله الأحد في مجرى أحداث الوجود وترابطها وهدفيتها. ثانياً الحقبة المورائية، حيث تحل المفاهيم المجردة محل القوى الفائقة الطبيعة. ثالثاً الحقبة الوضعية، حيث يتخلى الإنسان عن التنقيب عن العلل الأساسية وجوهر الأشياء ويكتفي بكشف القوانين التي تتحكم في الأحداث عبر المشاهدة والتحليل. نستخلص مما سبق أن الدين والتدين والإيمان والفكر المورائي إنما هي وفق فلسفة أوغست كونت الوضعية مرحلة عابرة ليس إلا في مسار الإنضاج الذي ينخرط فيه الفكر البشري ويتجاوزه نهائيا ليقيم بشكل ثابت ودائم في استضافة العلم والتكنولوجيا. هذه المقاربة دحضها في القرن العشرين مؤرخ الأديان الشهير ميرسي ألياد، الذي توصل بعد تحاليله المعمقة لمفهوم الدين في تاريخ الإنسان إلى إثبات الأمر التالي: إن البعد المورائي المتمظهر فيما نعتبره مقدسا هو من المكونات الأساسية لتفكير الإنسان ووجدانه. أستشهد بالنسبة إلى مؤرخ الأديان، إن كل طقس وكل ميثة ميت وكل معتقد وأي رمز إلهي يعكس اختبارنا لما هو مقدس. إن وعينا لعالم موجود فعليا وذي مدلول يرتبط ارتباطا وثيقا باكتشاف ما نعتبره مقدسا. عبر اختبارنا لما هو مقدس أدرك فكرنا الإنساني التباين بين ما ينكشف ككائن موجود فعليا زاخر بالقوة والغنى الوجودي والمدلولات، وبين ما هو مجرد من هذه الخصائص، أي بتعبير آخر ما هو دفق الأشياء في سياق فوضوي وخطير عبر ظهورها واندثارها العرضي والمجوف في مضامينه. بوجيز الكلام يتابع: إنما هو مقدس إنما هو عنصر في بنية الضمير والوعي، وليس محطة عابرة في تاريخ نمو هذا الضمير وهذا الوعي. وإذا أخذنا الثقافة في طياتها الأكثر قدما وبدائية لرأينا أن فعل الوجود للكائن البشري هو في حد ذاته فعل ديني، لأن الطعام والحياة الجنسية والعمل كلها أعمال تكتسي طابعا طقوسيا. وبتعبير آخر، إن وجود الإنسان أو بالأحرى سيرورته إن هي إلا فعل ديني. انتهى الاستشهاد. وفي السياق التفحصي ذاته تبين المحللة النفسانية جوليا كريستيفا، المولودة في بلغاريا والمقيمة في فرنسا منذ 1966 والأستاذة في العديد من الجامعات الفرنسية والأمريكية، تبين مدى مساهمة الإيمان في صياغة عناصر شخصية الكائن البشري. وفي إحدى محاوراتها القيمة تتساءل بجرأة وموضوعية قائلة: أستشهد، أليس مستغربا أن تكون مجتمعاتنا المعلمنة قد أهملت الاهتمام بحاجة الإنسان المذهلة إلى الإيمان؟ إن الإصغاء التحليلي يكتفي بفتح آفاق لملاحظات وتنظيرات إلى كونها تسهل استيعابا أعمق للمكونات النفسية، تظهر إلى أي مدى تدخل الحاجة إلى الإيمان في صلب تكوين الفرد الناطق داخل العلمنة ذاتها بدون أي ريب، وذلك قبل أي تأسيس ديني بالمعنى الحصري للكلمة. إن المسألة لأشبه بورشة عمل لا تزال حتى الساعة في خطوطها الأولية، وإن بالتالي تقع مسؤولية مواصلة البناء، إذ إنني على ثقة أنه إذا تعاملنا بجدية
مع هذه الحاجة إلى الإيمان سابقة لمرحلة التدين، قد نتمكن بشكل أفضل ليس فقط من مواجهة الانحرافات الأصولية للأديان في الماضي وحتى يومنا الحاضر بل أيضا من تجاوز المآزق التي تقع فيها المجتمعات المعلمنة. انتهى الاستشهاد في كتابها جولا كريستيفا سيت انكرويابل بيزوان دو كوار بايار باري 2007. من هنا علينا أن نتعاطى مع الأديان لا كزبد مرضي لاختلال في وظائف العقل كما استساغت تصوره النظريات الإلحادية، بل كمعطى إنساني مغروز فطريا في جوهر الطبيعة البشرية. فالإنسان يتنفس الموريات شاء أم أبى. هكذا تعاطى لبنان مع هذا المعطى الجوهري في طبيعة الإنسان وترجمه فلسفة سياسية وجودية في ميثاق تلاق حضري بين أديان متمايزة تتآلف اختلافا في صيغة حياتية تعترف بالآخر المغاير كشريك سياسي كامل العضوية في إدارة شؤون الوطن، مع الحفاظ المتشدد على الذاتيات المتنوعة والمكونة للنسيج المجتمعي اللبناني. في هذا المضمار يقول كمال الحج: عندما أذود عن لبنان أكون قد زدت عن قيمة، عن نظرة شاملة في الحياة، عن تاريخ بمعناه الإنساني الأكبر. ثالث شيء، هذا اللبنان القيمة والجوهر والوطن المطلق بحسب مصطلحات كمال الحج في فلسفة الميثاق اللبناني، كمساحة مصالحة لبشرية متآلفة في الغيرية لم يكن يوما يمكننا الجزم بذلك. بلدا عاديا وبالتالي باهتا، وتقوم معجزة استمراريته على أنه لم يخرج قط من دائرة المخاطر عبر كل حقبات تاريخه الطويل والضارب في عمق الزمن الإنساني. قدره أن يعيش في خطر لأنه بلد الحياة، والحياة لا تنمو إلا في المخاطر. فيفا سيغيسكي. ذلك أنه كان على الدوام حتى الآن أقله تلك المساحة الحرة والفريدة لبشرية متألمة هاربة من عذابات الماضي، تائهة في حاضر متقلب وغامض ومتوجسة من غد قد يكون أفجع وأهول في شرق ميال، بالرغم من تكدسات حضاراته وثقافاته وتقاطعها الغني، ميال إلى نوع من الأحادية اللغوية والدينية والسياسية والمجتمعية. من مصائب هذا الشرق الكبرى، استنادا إلى الاطلاع الوثيق على الحركات الدينية والسياسية منذ القرن التاسع عشر حتى القرن الواحد والعشرين، أنه يتوهم أن الوحدة التي يسعى إليها كمدخل إلى القوة المنشودة تولد من رحم الانصهار. وحده لبنان الذي تأنسن حتى المرض والهزال على وقع حريات الناس وتطلعاتهم وألامهم وتشردهم، استطاع أن يسقط بممارسة يومية دؤوبة وهادفة مبدئين خطيرين بحسب اعتقادي: الانصهار الذي يستعمل حصرا للمعادن لا للبشر، والتسامح الذي يلغي حق الإنسان الطبيعي في الاختلاف. هذان المبدأان يتعارضان وحقوق الإنسان الأساسية، ويتهددان بالتالي باستمرار شرقنا الذي غالبا ما ينزلق إلى منطق اختزال الآخر المختلف وتهميشه ثم إلغائه. إن صرخة كمال الحج أنا طائفي وسأظل، التي تجسد بأبهى حلة بيانية وعي الإنسان لذاته في غيريته المنفتحة والمتفاعلة والمحترمة لذات الآخرين. وفق المبدأ الفلسفي عليك أن تكون ذاتك لكي تكون مع الآخر، ووفق مبدأ الفرادة لو برينسيب دوريجيناليتي في مفهوم التلاقي الثقافي والحضاري الصحيح. انطلاقا من حقوق الإنسان الطبيعية، فالكائن البشري لا يستجدي وجوده من أحد، وبناء على ذلك فهو ليس بحاجة إلى تسامح الآخرين في حقه اللامنقوص في الوجود الحر وبالتالي في الاختلاف. له الحرية المطلقة في أن يكون كما هو يريد أن يكون ضمن حدود احترام الآخر في الأمور عينها والمحافظة على السلم العام. هذا المنطق الذي أدى إلى قيام لبنان والميثاق اللبناني والطائفية البناءة
بحسب المصطلح مصطلح كمال الحج، يجد دعما قويا فيما يسميه تشارلز تايلور لا بوليتيك دو ديفيرونس، سياسة الاختلاف. فهو يقول قبل نهاية القرن السابع عشر لم يكن أحد يفكر بأن التمايزات بين البشر تحمل مدلولا معنويا وشخصيا، إن هناك طريقة خاصة لكي أكون أنا كائنا بشريا، ألا وهي طريقتي أنا، إنني مدعو إلى أن أعيش حياتي بهذه الطريقة وليس بتقليد شخص آخر. انتهى الاستشهاد. وينتهي في تحاليله إلى إطلاق مبدأ الفرادة لو برينسيب دوريجيناليتي الذي يجب أن يرافق تكوين المجتمعات الديمقراطية ويؤطر سياساتها وبرامجها التنموية. وفي السياق ذاته تشدد ماري غاي في مؤلفها لو سيتويان المواطن على أن كل واحد منا إنما هو فريد من نوعه ولديه أمور ما ليقولها ليس بمقدور أي شخص آخر أن يعلنها. في مجتمع ديمقراطي على الحكومة وهي تعترف بالمساواة بين المواطنين أن تعطي الجميع الفرص عينها لتنمية الذات الحقيقية لهم أوتنتيك. انتهى الاستشهاد. إن هذا الحق في الاختلاف الذي يقوم عليه لبنان مجتمعا ودولة وحكما يتعارض كليا مع مفهوم التسامح. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترد كلمة تسامح مرة واحدة في المادة 26 الفقرة الثانية التي تعالج أهداف التربية، ومنها تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والمجموعات العنصرية أو الدينية. ونظرا إلى المضامين الملتبسة التي ينطوي عليها هذا المصطلح كان لزاما على اليونسكو أن تصدر وثيقة دولية تحت عنوان إعلان المبادئ في التسامح في 16 من تشرين الثاني 1995، تشدد فيها على أن التسامح هو احترام غير منقوص لحقوق الإنسان بكاملها. هذا هو البعد الذي سعى لبنان دوما إلى عيشه، والذي فقهه بعمق كمال الحج في مقاربته المرجع لفلسفة الميثاق اللبناني في الطائفي البناء، بإعطائه كل مضطهد وكل هارب وكل امرئ خائف على ذاته في هذا الشرق المعلق على خشبة الأحدية بعضا لا يستهان به من حقه الإنساني في وجود حر ومتفاعل. وإذا عدنا أيها الأصدقاء إلى التاريخ اليوناني القديم نرى أن الإغريق طوروا صيغتين متناقضتين لإدارة مدينة البشر. كانت سبارتا شديدة الحرص على تماسك أهلها وانصهارهم في بوتقة واحدة، فطردت كل غريب ولم تدع في المدينة إلا من ثبتت أصالة دمه ودينه وثقافته ولغته، وأرست حكما عسكريا أوليغارشيا مرهوب الجانب في مقابل سبارتا. كانت أثينا تجسد صورة معاكسة، نظامها ديمقراطي بفضل بيريكليس العبقري، أبوابها مشرعة أمام كل عاشق للمعرفة وللبحث عن المطلق. كلنا نعرف أرسطو مش من أثينا، إجا من مقدونيا وتعلم عند ستيزو أفلاطون وبعدين شق عنه وأسس مدرسة فلسفية تعارض فلسفة معلمه. عند اندلاع الحرب، حرب بيلوبونيس، بين هاتين الحضارتين كان الانتصار العسكري لعصبية سبارتا، والهزيمة لأثينا كوزموبوليتية والديمقراطية. ولكن أمام محفل التاريخ من يذكر بعد أمجاد سبارتا العسكرية وعنصريتها واعتزازها الفارغ والمجوف بالمحافظة على نظافة عرقها ودمها ودينها ولغتها؟ اندثرت حضارة سبارتا المجوفة ثقافيا وإنسانيا، وأثينا المهزومة عسكريا خلدت في سجلات الفكر والإبداع والفلسفة والعلوم. نستخلص مما سبق أنه كلما كانت الدولة حاضنة للفروقات وراعية لها بشفافية واقتناع كان المجتمع أكثر تماسكا وأشد اتحادا وأصلب استمرارية في الاستحقاقات الحرجة. وبقدر
ما تسعى الأنظمة إلى عملياتها الانصهارية والإلغائية للتميزات بقدر ما تمس حقوق الإنسان الأساسية ونواميس الطبيعة. كل واحد طلعوا بهالطبيعة، ما في شجرة مثل الثاني ولا حجرة مثل الثاني ولا شيء مثل الثاني إطلاقا، وتجذر بالتالي الهشاشة في جسد الوطن فيتداعى وينهار عند كل اهتزاز قوي. وخير دليل على ذلك ما حدث في الاتحاد السوفيتي. لا أغالي البتة أيها الأصدقاء إن قلت إن بيروت في تنوعها المذهل والمثري وفي هزائمها العسكرية المتتالية وانتصاراتها الثقافية هي الوريثة بدون أي منازع لحضارة أثينا وأمجادها. في آخر المطاف لم يكتب كمال الحج الفلسفة اللبنانية بقلم تحليلي يجمع عمق المقاربة إلى رونق الأسلوب وحسب، بل كتبها أيضا بقلبه وروحه ودمه. إنه فعلا شهيد رسولية الكيان اللبناني، شهيد الميثاق اللبناني والصيغة اللبنانية المتجسدة في الطائفية البناءة التي هي نظام إشراكي مش إقصائي. كلهم بيحكوا على الطائفية بلبنان الطائفية البغيضة، أفهموا شمئزازهم يلي بنصنفوا الطائفية البغيضة، أفهموا شمئزازهم وخيبة أمالهم من هكذا النظام، لأن هذه الطائفية البغيضة هي التي فعلا تمنعهم من احتكار كل شيء وإلغاء الفروقات. هذه الطائفية البناء التي دفعت البابا يوحنا بوس الثاني إلى إعلان لبنان رسالة للمجتمعات البشرية جمعاء. كمال الحج شهيد لبنان الواحة المميزة للتلاقي بين الإثنيات والأديان والثقافات في حضارة المحبة وفي منطق قبول الآخر كجزء من الذات في وحدة الإنسانية. شهيد لبنان الذي أعاد الحياة إلى حلف الفضول وصحيفة المدينة أو ميثاق المدينة أو دستور المدينة، وأرسى أكبر ديمقراطية توافقية في أصغر مساحة حرة لبشرية متصالحة مع ذاتها في الاختلاف والغيرية. انطلاقا مما سبق سأسعى أيها الأحباء جاهدا إلى إدخال الفلسفة اللبنانية كما أرسى مداميكها الأولى كمال يوسف الحج في منظومة المقررات التي تشكل التنشئة العامة في شهادة الإجازة أو البكالوريوس. وتقوم أهمية هذا البناء الفلسفي على أنه وليد الكائن هنا، وليد الديزاين. هذه الفلسفة تجذر الطلاب في الحالة اللبنانية وفرادتها وتزودهم بالمعارف الضرورية لكي يتبنوا بحماس واندفاع واقتناع استثنائية لبنان، وتدفع بالتالي عشاق الفلسفة بينهم إلى متابعة وتطوير وتأوين ما أرساه مؤسس الفلسفة اللبنانية رفدا للفكر الفلسفي العالمي. مع إطلاق المؤتمر الأكاديمي الأول للفلسفة اللبنانية في حرم جامعة الروح القدس كاثليك لا يسعني إلا أن أثمن عاليا مساهمة الأساتذة المحاضرين المتألقين بنجوميتهم الفكرية والذين ينظرون إلى فلسفة الحج كرافعة فكرية شبيهة بالروح التي خاطبت إرث أثينا الفكري وشرعت أبوابها لعشاق المعرفة والبحث عن المطلق وحضنت العقل المتوسطي القائم بجوهره على التعددية والتواصل كنموذج عابر للحدود، كما أسهمت إلى حد غير مسبوق في تطوير التراث الإنساني الثقافي والمعرفي والعلمي والمورائي. فتكون بذلك الفلسفة اللبنانية خميرة تخصب التنوع الفكري وتجفف موارد الفكر الانصهاري والأحادي، نصرة لكرامة الإنسان المشرقي وحقه في فلسفة تآلف الاختلاف. واسمحوا لي هنا أن أسوق شكرا خالصا إلى البروفيسورة هدى نعمي مديرة كرسي كمال يوسف الحج للفلسفة اللبنانية، التي بمهاراتها الفكرية واندفاعاتها التحديثية لا تألو جهدا في كشف مكنونات فلسفة الحج وإيصالها يانعة يافعة إلى متذوقي الإبداعات الفكرية والبحثية. عشتم وعاش بيت الفكر، أساسية كمال يوسف الحج وعاش
كرسي كمالس الحج للفلسفة اللبنانية، وعاشت جامعة الروح القدس الكاثوليك، وعاش لبنان الرسالة، وشكراً.